السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير. شلونكم؟ عساكم طيبين، يا رب تكونون كلكم بصحة وعافية وسعادة من رب العالمين. حوادث الطرق، حوادث السيارات، احنا في السنوات الأخيرة تقريبا صار عندنا مواسم حق هذه الحوادث. على سبيل المثال، هاليومين اللي احنا عايشينهم، منو منكم ما شاف حادث؟ لا، واي حادث، 3 4 5 سيارات دب 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 ويوقفون يسدون الشوارع. انا لما قعدت اركز واشوف كذي الوضع، اتضح ان مع بداية مواسم العام الدراسي للمدارس، بمعنى الحين الموظف اللي يطلع من فقير الله يودي عياله عسى الله يحفظهم للمدارس، ويروح يركض بسرعة حق دوامه، هذه ما بين توصيل المدارس وروحته للدوام ويحس نفسه متأخر، يصير وايد لوية، يعني تشوفونه متوتر، يبتون، هرنات، ما أدري شو يسوي، مع أن الحين طلعوا لنا قانون مال منع الهرنات أو عليه مخالفة 25 دينار. فهذا أول أسباب اللي تصير الحوادث، فمن تدودها ويبي يروح الدوام أو تروح الدوام عشان لا تتأخر، في العادة الأم طبعا، فدب اللي وراها مو منتبه، دب اللي وراها ما يمدي يطق بريك، دب، وهذه فتوقف كل هالسيايير وتنسد الشوارع وتنشلين، عاد تطلع لنا دورية عشان تقدر تحل الأمر وتسهل الأمور وتمشي السيايير. لقينا على حزة الظهر هم يبي يطلع من الدوام أو تطلع من الدوام، بتروح تاخذ عيالها أو ياخذ عياله، نفس الفكرة، عشان يروحون البيت كلهم تعبانين. ولا صار بعد تشوفون العصاري هم نفس الفكرة، في ناس مساكين يشتغلون من الصبح للعصر، خصوصا في الشركات الخاصة، رادين يعني مو منتهين، تعبانين على الآخر، بس يبون هاللقمة وكان ينسدحون لهم شوي أو ما ينسدحون. فالشارع بالنسبة لهم يصير في قلق، يعني ما في تركيز، وايد تعبانين، فتصير من هني الحوادث. هاليومين أنا قاعدة أشوف في كل شارع لا يقل عن 3 إلى 4 إلى 5 سيائر متداعمين، ولا ودعمات قوية، زائد، وهذا زائد كبير، وهو سبب الحوادث عندنا في الكويت طول السنة، مو واقف بس على المواسم، لا، طول السنة سالفة هالتليفون. هذا التليفون سوى لنا على قولة اخواننا المصريين ألأ، أبوي شلون مأثر على الناس، وكأنه سحر، عيونهم مركبة بهالتليفون، كنا قاعدين يحلون قضايا العالم هذا كله، كنهم هذول مخلصين العالم، ينطرون بس أحد يقول لهم الحقني الحقني، بس يبون كذا سوبرمان عشان يروحون، عينهم بهالتليفون وأرقابهم منحنية. انزين، فالتليفون هذا يعني أنا بإمكاني إني أشوف اللي أبي أشوفه وأنا قاعدة في بيت، في دوام، أي مكان أنا أقدر وأنا قاعدة، مو بالشارع. بالشارع إذا في والله مكالمة مهمة ولا مسج أحسه مهم، أصفط بأي مكان وأشوف شنو اللي أبي، مو أنا وسايقة ومعاي عائلتي ومعاي أهال ومعاي أنفس، عيني ما يمدي يرفع راسه أو ترفع راسها من التليفون عشان تشوف الشارع، لهذا طاق بريك، ما في مجال إنه يتفادى الحادث. فكرباخ كرباخ كرباخ، وهذه فما أدري إحنا متى
نبدي نفهم إن الشارع خطر، ومن نطلع من البيت لين نرجع للبيت وإحنا بس نقول الحمد لله إن الله سلمنا وسلم عيالنا ورجعنا بالسلامة، ما فينا شيء ولا صار لنا شيء ولا تأذينا. يعني حتى الحادث نفسه هذا قصة، يعني اللي ما عنده بيمة واللي ما عنده إجازة واللي منتهي دفتر السيارة ما جدده، واللي مخالف واللي أساسا ما عنده إجازة، واللي بايق السيارة من أهله، واللي رايحين مكان ما المفروض يروحون له وبعدين اكتشفوا أهلهم وين موجودين. قصص قصص تطلع من هالحادث، سبحان الله أسباب. لكن مو بس إنه يضر نفسه، لا يضر الناس الآخرين، وهذا لازم الواحد يقدر إن الشارع لحق والناس لهم حق. حتى لو أنا تعبان، حتى لو أنا معصب، أهدي وأذكر ربي وما في إلا العافية، المكان اللي بتروح له بتوصله إن شاء الله، بس احفظ سلامتك وسلامة الآخرين في الشارع، وترك عنك التليفون هذا ما ياب لنا إلا المشاكل بكل أنواعها. مهم إيه، لكن مو على حساب سلامتنا جميعا. فأتمنى الجميع ينتبه، وفي أمان الله.